السلام عليكم. طبعا بالنسبة لتقرر الجلد أو ظهوره بالشكل الذي في الفيديو أعلى، هذا قد يكون ناتجا لبعض من العادات السيئة التي ممكن نمارسها في حياتنا اليومية أو من ارتداء الأحذية الرديئة، سواء من حيث الحجم سوف تكون أحذية صغيرة الحجم أو من حيث طبعا تقرر الجلد يكون ناتجا لزيادة أو تضخم الجلد نتيجة الدفاع عن نفسه بسبب الاحتكاك المستمر الناتج عن الأحذية الرديئة أو ضغوطات العمل والوقوف لمدة طويلة شديدة قد تحدث التقرر. طبعا لا يوجد عوامل يعني ممكن تحدد أن التقرر قد ممكن تحدث في أعمار أشخاص معينة أو في أعمار معينة، سواء للعوامل الخارجية من الأعمار والضغوطات أو ارتداء الأحذية الرديئة. طبعا تقرر الجلد يكون عن طريق بروز طبقة جلدية تكون بالعادة غير مؤلمة للمصاب. طبعا لو حدث ألم هذه ممكن احنا نخاف منها ان ممكن تحولت الى عدوى بسبب السكندري انفكشن او ان ممكن تحولها الى امراض اخرى مثل الكرونيك اريتيشن والوجود المستمر والاحتكاك تقرش الجلد وظهور القيح، هذا قد يؤدي لا قدر الله بعد فترة طويلة إلى تحوله إلى سرطان في الجلد. طبعا عملية إزالة تقرر الجلد من الأمور سهلة، ممكن إحنا إذا كان حجمه صغير وبداية المرض ممكن نعالجه بكمادة ساخنة، وممكن إحنا بطريقة بدائية بكمادة ساخنة ومراهم تعمل على تقشير الجلد. إذا كانت الحالة متقدمة شوية ممكن احنا نعمل عمليات جراحية صغيرة بسيطة تبدأ بالتخدير تمام وتخدير الموضعي للجرح بشكل كامل كما في الفيديو أعلى. ثانيا نبدأ بعد ما يتم تخدير الجرح بشكل كامل من الأطراف كامل يتم بعدها استخراج الجرح او استخراج التقرر حق الجلد بواسطة مشرط بسيط جدا، وتكون الحجم البارز للتقرر هذا ليس الحجم الاساسي للقيح او لتقرش الجلد، قد يكون في عمق كبير كما في الفيديو بعد ما ينتهي من اخراجه او تخديره وعمل انسيشن اراود او قطع حول الجلد واخراجه بشكل مخروطي بيكون هو عامل ايش من داخل. طبعا الحالات المشابهة لتقرر الجلد قد تكون حالة زي ما يقولوا وورتس او اثاليو. طبعا الفرق ما بينهم الاثنين ممكن احنا نفرق بينهم باشياء بسيطة، ان تقرر الجلد زي ما قلنا بالعادة يكون غير مؤلم ناتج عن عادات سيئة تستخدم من قبل المريض او ارتداء احذية صغيرة الحجم او رديئة الصم او العمل لمدة طويلة. اما بالنسبة للوورتس اللي الاثاليو فتنتج عن عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية بالأصح العفو يعني. العدوى الفيروسية هذه تكون غالبا البروز هذا مؤلم تمام، وممكن احنا نعمل شوية تقرش بالجلد ونفرق. إذا حدث نزيف بالتقرش الجلد هذا يدل إن الحالة عبارة عن أثاليل غير التقرش الجلد اللي يكون ناتجا عن تكثف او ثخانه الجسم في الجلد فقط اللي هايبربليزيا اوف سكن. طبعا بعد ما نعمل اكسيشن ونعمل اخراج للتقرر الجلد للجسم اللي هي عامل بروز بشكل مخروطي نعمل تخييط الجرح بشكل مناسب وملائم ونعمل على متابعه ونعمل اجتناب للعاده السيئه اللي ممكن هي تكون سبب لعوده التقرر الجلد. وشكرا.